شكرا. تحية نضالية للكونفدراليين والكونفدراليات. بالفعل وقفنا اليوم بكل اعتزاز بكل فخر نحيي كل المناضلات والمناضلين كل المستخدمات والمستخدمين اللي وقفوا في هذه الوقفه هذه اليوم. وقفتنا اليوم هي بدايه ديال معركه طويله لزمنا نفوتنا ككونفدراليين بخط نضالي، خط نضالي اللي ما كيساومش، خط نضالي اللي كيوضع المصلحه ديال المستخدمين والمستخدمات فوق اي اعتبار، خط نضالي اللي كيرتبط بالحركه ديال الجماهير، خط نضالي اللي مرتبط بالشارع المغربي. فلا يعقل في اللحظه الراهنه والحراك الاجتماعي اللي من شعاراته واضحه هو اداله الفساد، محاربه الاستبداد، البحث على عداله اجتماعيه والدفاع عن الحريه. هادو شعارات عرفها المجتمع المغربي، عرفها الشارع المغربي، والكونفدراليه كجزء لا يتجزا من الشارع المغربي، الكونفدراليه جزء من الحراك ديال 20 فبراير. كان اليوم ضروري اننا ندير هذه الوقفه، وقفه هي تعبير على صرخه وادانه لكل الممارسات اللي مازال كتعاد داخل القطاع. نعتقد انه القطاع اليوم كيعيش خارج الزمن المغربي. نعتقد ان القطاع ديالنا يعيش خارج الفضاءات ديال العالم العربي. نعتقد ان القطاع ديالنا مازال يسير باشكال جد متخلفه. نقول هذا اليوم ونتحمل كل مسؤوليه. نقولها لاننا فقدنا الامل في اي تغيير ياتي من الاداره العامه. صامدون صامدون سيدتي مناضلون صامدون صامدون سيدتي مناضلون صامدون صامدون سيدتي مناضلون صامدون صامدون فقدنا الامل في الطريقه التي تدبر بها شؤون المستخدمين في هذا القطاع، ولكن لنا امل كبير في المستخدمات والمستخدمين ديال هذا القطاع لانهما الجواب الاساسي على الفوضى التي تقع حاليا تقع داخل القطاع. ماذا يطلب المستخدمين؟ يطلبون حوارا مسؤولا وجادا، ونحن ككونفدرالي اسسنا الحوارات المسؤوله، واعتبرنا في لحظه معينه اننا ندافع عن الشراكه كقيمه حقيقيه داخل المؤسسه، لانه السير الحقيقي هو السير نعتبره السير احادي الجانب واللي خطير في الامر. لا يعقل اننا لنا هياكل، لنا اكثر من 26 مدير في هذا المكتب هذا، وحين نتكلم لا نجد اي مدير له قدره في خلق لحظه ديال سلطه القرار. معنى سلطة القرار تخلق هنا، وهنا لنا مركز ديال القرار، وهذا اللي نعتبره سياسة بائسة في المواجهة ديال التحديات اللي كيعرفها القطاع، كيعرفها على الأقل العالم القروي، كيعرفها تزويد العالم القروي بالمأساة الشوكة، كيعرفها مجموعة المجالات. نقول اليوم هذا لأننا نتحمل المسؤولية، نعتبر أنفسنا أننا ضمير هذا القطاع، نعتبر أنفسنا أننا مؤسسين للعمل النضالي الذي يؤتي أكله. وبالتاكيد لنا تجربه ولنا تجربه طويله. كنا نريد ان وقفنا تدوز بشكل سلمي. الحمد لله ان دازت بشكل سلمي، ولو حاولت الاداره ان تخلق بعض النعرات وبعض الحزازات على اساس ندخلوا في صراع. نعتقد ان اليوم ظهرنا بشكل سلمي. نفسي يا جبل لا شغلتي البيبان. نفسي يا جبل لا شغلتي البيبان. نفسي يا جبل لا شغلتي البيبان. نفسي يا جبل. على اي حال هذا جزء من معركه، اقول الوقفه الحاليه هي جزء من معركه، معنى المعركه في نفس الوقت تدار مجموعه ديال المراكز، مجموعه ديال المديريات. تحيه لكل المضربين في كل المديريات، لانه لنا اخبار، لنا نسب على الاقل تثلج الصدر، لانه اليوم وعاو مستخدمين ديال لوني بانه لا مازال البحث على حلول ما كتاديش النتيجه. فالحل الوحيد هو النضال، وسوف نستمر في النضال. بالفعل اليوم ماذا اثرنا؟ اثرنا مشكل اعتبرناه يدخل ضمن تكافؤ الفرص، يدخل ضمن توزيع هذا المنتوج، يدخل ضمن التوزيع العادل لواحد الثروه كنعيشوها كتهم المغرب. ماذا طلبنا؟ طلبنا مساواه، واقول مساواه في النسب بالنسبه للمكافاه السنويه. فلا يعقل وحنا فاش كنطلبوا المكافاه
معنى التكافؤ في النسب نعتبر انهم لهم اجور عاليه وبالتالي راه ما غيوصلوا لهمش مستخدمين، ولكن يحز في النفس انه اليوم داخل المكتب الوطني لمصلحه الشرب نعتبر انه مقسم لفئتين، فئه تعيش على حساب البطخ وتعيش على عرق المستخدمين، وفئه تعيش بالفتات. فحين تكلمنا على المكافاه السنويه اعتبرنا انه هذه اشاره لحظه معينه في التاريخ ان الاداره العامه خصها توعى ودير واحد على الاقل واحد اشاره بسيطه في اتجاه المستخدمين اللي ماشي هنا في بورغلاد، مستخدمين اللي في ليسوف، مستخدمين اللي في المراكز، مستخدمين اللي في الستاسيو، والذين ينتجون الماء ويودعون الماء، وعلى اي حال كل شيء كيعرف انه المداخل المغرب كتجي من تما وماشي من هنا. دونك حنا بالنسبه لنا كنا ننتظر ان الاداره العامه تعمل بواحد النوع ديال العقلانيه، تعمل بواحد النوع ديال النضج، لانه هذا مطلوب اعتبره ببساطه، ولكن على الاقل ينصف 90% 95% ديال المستخدمين، ولكن مع الاسف التهور ديال الاداره العامه والتمادي ديالها جعلنا اننا نعلن اليوم اننا سنقف وسنقف. نعلن اليوم اننا وقفنا اليوم لاننا اعلنا وقفه احتجاجيه لصبيحه اليوم، ولكن مستقبلا سوف نعلن اعتصام هنا امام الباطيك، لان نعتبر هذا ملك الشعب المغربي، وبالتالي لا حق لاحد ان يمنع ان يغلق الممرات لحتى توصلوا هنا. كرامه، عداله اجتماعيه، حريه، كرامه، عداله اجتماعيه، حريه، كرامه، عداله اجتماعيه، حريه، كرامه، قلت على اي حال حنا ما بغيناش نديروا الناس ديال لونيف كله في قفه وحده في ميزان واحد، نعتبر انه داخل المسؤولين ديال لونيف كاين ناس شرفاء الذين رفضوا، لانه هذه 4 ايام 5 ايام التليفونات وسجل كذا، الذين رفضوا الانصياع القرار ديال يحول المدير الى قائد، معناه قائد سجل لي غايب وكذا كذا. نعتبر اننا لنا على الاقل الضمانه ديال الحريات النقابيه، نحن نضمنها كاطار نقابي ونتحمل كل مسؤوليه، ونقولها بالفم المليان، حذاري حذاري اي مدير يمس اي مناضل يمس اي مستخدم، لاننا نعتبر هذا يشكل حد ادنى لوجودنا، وبالتالي سوف نقول لك يا داشي صوتي نضالي انا كداشي صوتي نضالي انا كداشي صوتي نضالي بنفس القدر اللي كنعتزوا بعض المسؤولين لانه مارسوا قناعتهم مرسوع قناعات تنتمي للفضاءات ديال الانتماء ديال الشعب المغربي، ندين كل الممارسات كل بعض المدراء الذين تحولوا الى كراكيز ان يحركونا ضمن فضاءات ديال الهزل، وهذا خطير جدا. وهنا ادانه واضحه ان اي مدير اي مسؤول سولف له نفسه انه يمس مناضل يمس مستخدم فلنا لقاء غدا. اقول هذا لانه حنا مثل المطلب على اي حال واضح عندنا جوج الحوايج اساسيين، الاولى لا يعقل انه اليوم في مرحله ديال الاندماج، لان صور عندنا الاندماج حدود الان كاين حوار ديال الصم، علاه اليوم النقابات المستخدمين ما كيعرفوش شنو المصير ديالهم ديال غدا، علاه اليوم الجريده الرسميه كتنشر 24/10 قرار ديال الادماج ديال المكتبين، ما كاينش فضاء ديال الحوار، ما كاينش فضاء ديال التواصل، وبالتالي نعتبر انه التواصل هو العجز الاولي ديال الاداره العامه في التعاطي مع مشاكل المستخدمين. المستوى الثاني نعتبر انه السياسه التي يدار بها وتدار بها الشؤون ديال المستخدمين كارثيه. نحن كنقابه تحملنا مسؤوليه، راسلنا، حاورنا، دقينا ناقص خطر على ما يمارس داخل التوظيفات. اعتبرنا ان التوظيفات اولى بها ولاد الشعب المغربي، اولى بها ولاد العمال، اولى بها المستخدمين اللي كاينين معنا اليوم هنا، ولكن مع الاسف تفتح النوافذ وتشرع له الممارسات اللامسؤوله باش كندخلوا من الشرج واحد. ماذا يقع داخل المكتب؟ سوف نحول في غفله من التاريخ الى مكتب يضم ابناء الاعيان. حاملين الشواهد من ادماج محرومين، التوظيفات المشبوهه من ايجاد المفسدين، حاملين الشواهد من ادماج محرومين، التوظيفات المشبوهه من ايجاد المفسدين، حاملين الشواهد من ادماج محرومين. قلنا في كل اللحظات نقف مع مشاكل المستخدمين بفئاتهم باختلافهم، لنا رؤية واضحة
كيف نوحد العمل النقابي من اجل الجواب على واقع متبدل؟ مع الاسف ما يعتمد داخل الساحه اليوم، ما يعتمد داخل القطاع ديال لونيس، وكاين صراعات هامشيه بين اشباه النقابيين الذين يريدون في لحظه من التاريخ انهم يغطيو على العز ديال الاداره. نحن نقول نحن نقابيين لدينا مسؤوليتنا التاريخيه، تحملنا المسؤوليه، حققنا اللي حققناه وما زال الدرب طويل. علاش كنقول هذا الشيء؟ لانه بالفعل المعركه نعتبر انها المعركه سوف تصرفل، المعركه سوف تطول، ولنا بالتاكيد لقاءات اخرى نضاليه. سيدي تيت وقاوم والخوانات وساوم، سيدي تيت